السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على الدكتور فلاديمير، وين يضع شروط لاستدعاء محرز من جديد. هذا المتكبر، هذا محرز اللي تكبر على المنتخب الوطني الجزائري، قال لهم مانيش قاد نلعب، قال لهم مانيش قاد نلعب. يعني دائما هو ما يقدش يلعب بعد اقصاء، بعد تبهدله ما يجيش يعاون، ما يعطيش يد العون. انا على ذي كرهته كلاعب في المنتخب الوطني الجزائري، باش يكون شي كان شخص الله يسهل عليه. يعني كون ما كانش بولا، هذا الاسم ما نعرفهاش كاع، باش يكون على بالكم، كون ما كانش بولا هذا الاسم كاع ما نعرفهاش. وذكر التقارير صحيفة أن السويسري فلاديمير مدرب المنتخب الوطني لم يغلق الباب لعودة رياض محرز لاعب الأهلي السعودي إلى صفوف الخوض مستقبلا، ولكن بشروط، لكن بشروط، هذه هي بشروط. عنده الحق سبحان الله، هو بغى يحط شروط تاعو، يعني خاف لي واللي يقعد رو بلاصو. هو ما كانش يقعد رو بلاصو، هو كان صديق المدرب السابق. للناس جاو بيديروا حين خرجت تعجب، هذاك فؤاد بن اسماعيل هو اللي صور الفيديو لابراهيمي، باللي ابراهيمي ما خمش مع لونتينير، عشات الايه مقلوبه عليهم، من قلبت عليهم الشعب ما سيضحك عليهم. استداروا قال لك لا، جاو في رحبه في لوطو، لا ما جاوش، اللي كان معاهم في لوطو خبرني ما جاوش في رحبه. هني جا وحده، قلت لك هني ابراهيمي جا وحدهم، واللي كان معاهم في لوطو هو اللي خبرني جاء معاهم. يعني هما ثلاثة جاو في لوطو، عزاو قديورة وفاتوا رولو على لونترينار هذاك، هذه باش يكون على بالكم، فاتوا رولو عليه مع كي هني كي راخو، ما تكذبوش علينا. واللي عنده صورة يجيب لنا، واللي عنده فيديو يجيب لنا، باش 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 نكذب انا الناس اللي خبروني قالوا لي ما كاش منها كاع. هذه هي، هذه هي خويا، أنا نأمن بهذه، أنا نأمن بهذه. أنا شفت فيديو ما خبسوش معاه، ومن حقهم يعني، من حقهم، خاطش علاه حقرهم. وزيد إبراهيمي من الماتش تاع الكاميرون كنت كونت الكوت ديفوار، كونت غينيا استوائية، من تاقده قال له قلنا كي لعبنا باش تنتقدنا، مي ولا ينتقد في اللعابة قال له قلنا كي لعبنا عطينا كيفاش حنا لعبنا، دخلنا حنا نلعبو، مشي انت حطيتنا ما عطيتناش خطة باش نلعبو، من الفم كمل معاه. هذيك تاع قاسامه وكلش، هضر فينك بالناصر، بالناصر على ما تهضروش، قال لك لا كنا يعني قله التركيز في الدقائق في الثواني الاخيره بعد الهدف، ما كناش جاء ما جاء ما يعني ما استغليناش الفرص وكلش. هذيك على ما تهضروش تاع بالناصر، ابراهيم سمعتوه بالناصر ما سمعتوش، خاطر بالناصر ما كاش اللي يجي معاكم، بالناصر يقول لكم يا ديك زين. هذه هي بالناصر، دار تصريحات ثاني كيما الهضره تاع ابراهيمي، غير نتوما ما مشيتوهاش، برك مشيتو تاع ابراهيمي، بالناصر ما سمعتوش، كنتو مقيلين، كنتو دايرين لاسيست. وكان النجم، نعاودو نولو للقضيه تاع عوده محرز. وكان النجم يعني شي نجم لعاب سابق في مانشستر قد طلب إعفائه من معسكر شهر مارس الماضي والمشاركة في مواجهتين وديتين أمام بوليفيا وجنوب إفريقيا بحجة عدم جاهزيته لتقديم أفضل مستويات. إحنا شاهدناه مع الهلال السعودي، الأهلي السعودي قدم مستويات كبيرة، ديك خطرة دار أسيست وهذا خطرة بانيك، لعب مليح وفرحان، ودار تصريح للأنصار تاع النادي تاعو سبحان الله. وكشف التقرير لموقع يعني ان قطري امس ان يوم الاربعاء ان فلاديمير وضع شروط، يعني شرط واحد لاجل استدعاء محرز مجددا الى الفريق الوطني، حيث ابلغ اعضاء طاقمه بانه لن يوجه الدعوه للنجم الاهلي السعودي مستقبلا الا في حاله واحده فقط، وهي ان يقوم محرز شخصيا بالاتصال به واخباره بأنه بات جاهز لكي يلعب مع الخوض ولديه كامل الرغبة في العمل على القيام بواجبه كقائد للمجموعة. شفت كيفاش؟
خاطش مدرب تاكل على روحه، مدرب ماشي تاكل على لاعب، تاكل على روحه. شوف ديك خطره دو ماتش اللي لعبناهم، دير حسابك نصف التشكيله الاساسيه ما لعبتش، ما لعبناش بالنسبه للتشكيله، ماشي كيما معطاوي قال لك التشكيله تاع المدرب، لا بالنسبه للتشكيله كي نبداو نحسبوا فيهم ما كاش، ما كاش سبحان الله. بالسبعيني ما كاش، بالنصر ما كاش، محرز ما كاش، سليماني ما كاش، بليلي ما كاش، ادم الوناس ما كاش، قويري ما كاش، راك في سبعه ولا ثمانيه تاع اللعابه ما كاش. كيف يجي يقول لك واحد يقول لك لا لعبنا بالدوزيام ماتش يعني زيد عطال ما كاشي، خمركم بالسبعيني ما دخلناش به، خمرك صاحبي وانت راك تشوف فيها. هذه هي لازم لازم دروك كيما عيط له قال له مانيش جاهز، محرز يعيط للمدرب ويقول له راني جاهز، يعني ولدي الرغبه في العمل على قيام بواجبات بواجبه كقائد للمجموعه. خاطش علاه ما يتحملش مسؤوليه هذا اللاعب، انا ماذا بيا ما يجيش، خاطش علاه زائد ناقص، علاش عندناه زائد ناقص. هذا محرز راح بال 2020 ما دار والو في المنتخب الوطني، ديجا من البنت من البنت تاع الاخر كيسموه البنت تاع نيجيريا، ما محرز محرز انا في مانشستر سيتي الهيضه لا صايره عليه، هاب غوارديولا كرهو، شاهد غوارديولا ما ضحكش، شاهد غوارديولا ضحك، شاهد من محرز انا دو كوب دافريك ما مركاش فيهم، ما مركاش فيهم ما مركاش. زيد دو ماتش تاع باراج، ماتش دو باراج ثاني ما كانش فعال، ما عنده حتى حاجه، كان يجي يشوف وين كاين الظل ويلعب. مالك اصاحبي انتوما راكم تشوفوا محرز، محرز النهار اللي في 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 العرس تاعه، في العرس تاعه في تربص دار العرس، فماك محرز على ما تهضروش تقولوا انضباط ومنا ومنا ومنا، كيفاه؟ وقالت مصادر نفسها أن المدرب السويسري يرى بأن هذه الخطوة شرط رئيسي يجب تنفيذه، كون رياض محرز هو من طلب سابقا بإعفائه، والآن يجب عليه هو بالمبادرة لطلب إعادته، وفي حال عدم قيام بهذه الخطوة خلال الأيام القادمة سيفهم من خلال هذه الرسالة أنه ليس جاهز للعب مع المنتخب. والجدير بالذكر لاعب واللاعب رياض محرز 93 مباراة دولية مع المنتخب الوطني، سجل خلالها 31 هدف كثالث أفضل هداف في تاريخ محاربين، ومنح 40 تمريرة حاسمة. يا خويا بيجي دير كما قالك، هذه يا خويا هذه هي. ما يدير كيما هكا مرحبا، ما يدير شي فولكون يا حسرة، بالك حاسب بالجزائر انت كنت رابدها، انت كنت دير عبء على الجزائر، انت كنت عبء على الجزائر، بغيت تبغي بغيت تكره. انا نعرف بلي واحد راه كي والو مورال مو راه كي والو كلش، انا شتك الطير متالي كاع خويا. هادي هي باغي تخدم مرحبا، تجي جاهز باش تقدم، ماشي باش نقدمو لك نديرو لك اسم، الجزائر دارت لك اسم بزاف، صح مكاشي والله ما سامعين بيه كاع. انا مع المدرب كيما يقول المدرب راني معاه، هذه هي. هذه حقيقة سبحان الله، مدرب لاعب انت باغي تقلش على مدرب ولا
امشي عاجبتك ما تجيش نورمال عادي، جزاك كبير عليك. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيح.